مبسوطة الحمد لله انه المسلسل نجح، ومبسوطة ان انا عندي جايزة للسنة الرابعة في دير جيست ورا بعض في كل عمل درامي بقدمه في رمضان. فرحانة بنجاح يوتيرن وبالجايزة بتاعتي اللي هي جايزة لكل المسلسل. يعني الحمد لله النجاح هو اللي بيعمل الكيمياء. هم شركة عظيمة، استاذ جمال عدل منتج كبير وعظيم، وانا مبسوطة ان انا انتمي للعدل جروب، ففرحانة طبعا ان انا بعيد معهم تجربة اكيد. يعني اي حاجة في الدنيا عادي فيها انتقادات، يعني اي حاجة حلوة فيها انتقادات، اي حاجة الناس بتتكلم، يعني ما يعني كل واحد حر في رأيه، لكن في الاخر مسلسل ناجح الحمد لله. اتضايق من كلام الناس قبل ما الناس تشوف العمل فعلا؟ بحس يعني ان ده خطة، يعني خطة معمولة عشان يفشلوا حاجة، فالناس بتتفرج الاول بعدين تقول حلو ولا وحش، لكن طبعا الناس بتتفرج وتقول مسلسل جميل ونسبه مشاهده عاليه، وبعدين عمل عناصره كلها ممتازه يعني، فالناس مستقصده حد عايزه تضايقه، لكن في النهايه عمل مهم وكبير. يعني دي اول مره تتعاوني مع ريهام حجاج؟ دي اول مره، وعندنا مسلسل جميل ان شاء الله رمضان 23، وبنعيد التجربه تاني. اي حاجه في الدنيا عادي فيها انتقادات، يعني اي حاجه حلوه فيها انتقادات، اي حاجه الناس بتتكلم، يعني ما يعني كل واحد حر في رايه، لكن في الاخر مسلسل ناجح الحمد لله. اتضايق من كلام الناس قبل ما الناس تشوف العمل فعلا؟ بحس يعني ان ده خطه، يعني خطه معموله عشان يفشلوا حاجه، فالناس بتتفرج الاول بعدين تقول حلو ولا وحش، لكن طبعا الناس بتتفرج وتقول مسلسل جميل ونسبه مشاهده عاليه، وبعدين عمل عناصره كلها ممتازه يعني، فالناس مستقصده حد عايزه تضايقه، لكن في النهايه عمل مهم وكبير.